أوقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثواب مساء أمس شعلة العيد الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة بحضور العديد من القيادات العسكرية في المنطقة. وهنأ اللواء ثواب القيادة السياسية والعسكرية وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة. وجدد اللواء ثواب العهد بالمضي قدما على نهج ثوار ثوره 26 سبتمبر ومجابهه احفاد الامامه الكهنوتيه حتى تحقيق النصر. وقال اللواء ثواب ان الاحتفاء بثوره 26 سبتمبر في ذكراها في ذكراها الستين يمثل موردا يستمد منه الابطال القوه والعزيمه ويذكرهم بنضالات الابطال الاباء. والاجداد ضد الكهنوت الامامي الارهابي المستبد